صباح الخير خوتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايره مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم رجعت معكم فيديو جديد 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 جديد. اليوم غادي نقول لكم علاش انا غبرت، وعلاش دابا كنستوب، وقفت باش نشوف علاش انا غبرت، وعلاش وعلاش وعلاش. اليوم ان شاء الله تحت الفرصه اللي غنقول لكم فين غبرت، وكاين الناس اللي يسمحوا ليا، لان المهم ما بغيتش نقول. انا دابا غنبدا معكم الفيديو من هنا وندخل للمحل ديالي، عاد غنشرح لكم كيفاش. هذا هو المحل ديالي، المحل ديالي يا مصطفى. غادي نحل مصطفى، غيحل المحل الساروت وانا غندخل داخل وغنوريكم كيفاش، علاش غبرت وعلاش ما قلتهاش وعلاش. المهم باش ما نتسرعش كندخل داخل وغنوريكم واحد شويه، وغادي نبدا نشارك معكم من المحل ديالي شنو كندير، والاخطاء اللي كندير والصحيح اللي كندير، حيت هذا المشروع صعيب اخوتي. المهم انا غندخل بلا ما نزرف في الهضره، غندخل داخل وغنشرح لكم. مصطفى كنحلو، هذا هو المحل ديالي، مازال غن ان شاء الله نشارك معكم كلشي. ما عمرني وريتكم هنا، ولكن نشعل الضوا وغنوريكم كلشي ان شاء الله. كلشي مزيان مصطفى؟ خوتي هو المحل ديالي، هانتو هنا باقين. يلاه دخلنا، يلاه الحوايج باقي ما استفناش الكراسه. سلام خويا، كدا لاباس؟ ها بلاصه القهوه، ودابا غنشويو وغنشرح لكم كيفاش، علاش ما حليتش، علاش ما هضرتش، وعلاش ما قلتش. وكاين الناس اللي تقلقوا، كاين الناس اللي عيبوا عليا، واخا لي كومونتير واحد الناس كيجيو يقولوا لي وقرات بنتي وسمحوا لي بزاف اللي الظروف احكام، حيت انا ضروري خصني تنقاد المسائل ديالي، حيت انا ماشي بالدومين، ولكن مع المده كتولي كتعرفي. المهم انا غنشارك مع خوتي اي حاجه، دابا ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم اي حاجه. وهذا هو على باطون، فتشوفي ديري انك لاباط با باين، ها هي لاباطون. عندي كلشي دابا الحمد لله، وانا غادي نشارك معكم كلشي خدم. دابا عاد شويه غتشوفوني لابسه الطابليه، غادي نخدم بها، وهذه الكوزينه، كلشي كاين، كلشي باش مره غادي نشارك معكم البلا اللي كندير، مره غنشارك معكم الاخطاء اللي كنديرو. ضروري من الاخطاء بزاف خوتي، حيت يلاه حالين، يلاه بدينا تنوقعوا في، المهم تنوقعوا في، المهم غنشرح لكم كل شيء ان شاء الله باذن الله. دابا انا بديت معكم الفيديو من هنا ويا غاده، غنوريكم حتى هذا الطاليه الثاني اللي كندير كتجي ضفري، انا نوريها لكم. عندنا اختي داك البلا، عندنا اختي كلشي شنيولة، كلشنيولة. ها انتوما كلشي كنصايبو على يدي، شفتوني واحد الخطرة كنصايب هادشي، كنصايب كلشي على يدي. ها انتوما كنصايبوها، حنايا، انا ما تنشريهاش، كنصايبها هي هادي. كنصايب بزاف د الحوايج كنصايبهم انا، واخا خوتي لقيت التعب، لقيت شويه ديال ستريس، داكشي علاش غبرت عليكم. وداكشي دابا الحمد لله سيستميت المسائل ديالي، الامور غادا مزيانه، كنمشي نتقدى انا راسي، كنوقف انا، كنجي من كندي ولادي للمدرسه، كنجي من نجي هنا، ما كنمشي حتى لخوتي، ما كيبقاش عندي الوقت، والله داري ما لحقت نقيها، ما لحقت ندير لها حتى حاجه، لان يسرى هي اللي كتنقي ليا كلشي خوتي. دابا انا جيت الصباح، يلا غيدخلوا الناس، دخلت فم الميناج،
وغادي يجي الناس غادي البنات اللي كيوجدوا، انا ما نشاركش معكم لا ناس لا حتى شي حاجه، غنشارك معكم انا داكشي اللي كندير وهادشي اللي كاين خوتي، وغتسمحوا لي بزاف بزاف بزاف. كنطلب منكم المسامحه بزاف من الناس اللي عيبوا عليا وقال لك رشيده كتشاركي معنا كلشي، علاش ما شاركتيش معنا المحل ديالك؟ هادشي اللي كاين، بلا ما نكمل هادشي اللي كاين. المهم دابا غنبقى نشارك معكم ان شاء الله سميتو، انا غنمشي نبدل اللبسه ديالي وغنجي عندكم تاني وغنكمل معكم الفيديو ان شاء الله. وانا خوتي الفيديوهات راه كنرتاح فيهم، دابا انا ملي بديت كنهضر اقسم بالله الا ارتاحيت. كنفطروا هنايا انا ومصطفى، كنقيلوا هنا خوتي، هنا انا وليداتي كتجي يسرى معاونيني وليداتي الله يرضي عليهم، كتجي يسرى الصباح كاين مصطفى الصباح كيقابلي لا كيس انا ما كنعرفش ليها وباغا نتعلم لها ان شاء الله. وكان كتجي يسرى كتشد ليا لا كيس، كيجي ناسي هو اللي كيسد، وحنا معاونين على الشغل وصافي هادشي اللي كاين. وشكرا شكرا الناس كاملين اللي جات عندي واللي كتجي عندي اللي كيسمعوني، راه الناس اللي عارفين راه كيسمعوني. ملي قلت لهم بديت الخدمه الناس عرفوني، حليت المحل ديالي، ولكن ما نقدرش نقولها اللي نكون قلتها غنتعيب مع بزاف الناس. وحنا النهار الاول تعايبنا مع الناس ما ماشي ولا الدومين، ودخلت الناس ما كيعرفوش، ودخلت الناس ما كيعطيوكش، كل كيعطيك رايه وكل كنلقى مشاكل عندي في هذا في الماكله خوتي، في البيرسونيل كل مره كتبدل واحد كل مره. هادي دابا انا شديت الناس وكنوقف معاهم دارو، كنعطيهم لوغو ديالي اللي كنت كندير في الدار، حيت اللي كيجي تيعطيك لوغو ديالو كيخسر لك سميتو. دابا انا حاليا اليوم حيت عطيتهم لوغو ديالي اليوم، البارح انا خديت شي حاجه ما عجبتنيش، اليوم غناكد عليهم اشنو ديروا شنو ديروا شنو ديروا، لان هادشي صعيب خوتي ديال الطبخ، صعيب بزاف في الريستورات، صعيب 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 بزاف. ولكن الحمد لله ودعوا معايا كوراج، دعوا معايا، واللي بغى يجي مرحبا بيه، وانا راه حليت المحل ديالي، واللي بغى يجي مرحبا بيه. ولا السبت والحد تعطلت عليكم راه كيكون واحد الضغط، وكنكونوا مضغوطين حتى في الكوزينه، ما عندناش زعما شي كوزينه كبيره. دابا نشارك معكم كل شيء، نشارك معكم النقا، وكنوقف على محالي ونقيو هادي قادو هادي، ما تعطيو الانسان حاجه ما شميتوها ماشي حتى اللي حيدوها، حنا تيوقع الاخطاء واللي بيرسونيل ما تيهمهمش واش الكليان تعطيه خوتي المنشي راه انا عرفتي شنو كنقول لهم، الحاجه ماشي حتى اللي حيدوها، من الاحسن تمشي للدار حاشاكم وما تعطيوهاش للناس، لان من راسي وجبد ما نقدرش ناكل شي حاجه ماشي تاعي. واللي عنده اللي جا عندي وعنده شي، كاين الناس اللي بحال دابا الحد، بحال دابا الحد دار السربي واحد الخطا، خدا الكوموند من عند الناس ودارها في جيبو، ما عطاهاش لينا حنا هنا في لاكيس، بقى الناس جالسين جالسين جالسين. المهم طلبنا منهم السماحه وعطيتهم زعما قدمت لهم شي حاجه من الانسانيه هما يريكلاميو ليا هادشي اللي كاين، وسمحوا لنا الناس اللي كنتعطلوا عليهم ولا الناس اللي جاتهم شي حاجه، وعاودوا رجعوا ان شاء الله، وغادي الامور تقاد ان شاء الله باذن الله. يلا خوتي من بعد خوتي ما كان حضر ليهم، تنجي نوجد هادشي اليوم كيكونوا عندي الرافيولي كنصايبهم ديما ديجا عندي، خصني نراقب الفريغو اللي خانزه واللي ما خانزاش واللي نسخه واللي ما هادي كنحيدوها صافي، وكنكملو المية ديالو. دابا انا كنوجد للشاف ضروري، تعطيني داك السلوف صافي من تما. صافي شكرا. هنا فين غبرت اخوتي، وهنايا هنا فين حصلت، ولكن للظروف احكام. دابا انا غنبقى نشارك معاكم اي حاجه درتها
نشارك معاك النيارات ديالي، حيت انا ستريسيت مع هذا مع الخدمه. مازال اليوتيوب ما كيستريسيش، اليوتيوب كتجمعي دويرتك كتقادي بزاف الحوايج الصراحه بزاف. كنراقب اللي ما عجبنيش كنحيدها، لكن يعني نبقى هادشي اللي كاين تشوفو من بعد. كنفطروا، انا فطرت اخوتي، عديت الرغاي، عديت كندير فطرت بالرغيف، عديت كندير الفيديو نسيت. هنا كنفطر انا ومصطفى، صافي نبداو الخدمه. بصحتك اخوتي، انا كندايض على تزيه هنا كنبداو نفطروا صافي، وكنوضو نبداو نخدموا. ها هي ضاله تزيه، ضاله تزيه دازت المره ما بغاتش تبان وحبست. ضروري كتاخدي كتحترمي الناس، كاين اللي ما كيبغيش يبان وكاين اللي كيبغي يبان. دابا انا غادي نبقى نشارك معاكم، انا دابا مصطفى غادي نوض نوجدو الطوابل نحطوهم على برا، حيت حنا ما كنبداو حتى 12 ونص عاد كنبداو، حيت كنبداو الماكله. القهوه بحال اللي جا بغا قهوه وعصير، داكشي كلشي كاين. اي انا ما كنديرش الفطورات، غنديرهم ان شاء الله قبل، وغنشارك معكم كلشي. داكشي اللي غنديرو غنبقى نشاركو معكم ان شاء الله باذن الله. ودعوا معايا الله يعطيني قوه باش نوقف خوتي، لان ما صعيب، هادشي صعيب ياك مصطفى؟ بو صعيب بزاف لينا. انا جيت في البدايه ما كناش عارفين، كتحط التقضيه وكلشي كي صراحة قال المرة الأولى ما عارفينش أخوتي، ولكن دابا وليت كنحط قياس، وليت كنعرف أش كندير. فهمتي بحال اللي داخلة المدرسة، هي مدرسة داخلة عليها، خصك المرة الأولى كتجيبي تبقاي تعلمي هادشي اللي كاين. ودابا حنا إن شاء الله غادي نسيستيميو راسنا، وهادشي اللي غنبقى نقول لكم، هذا هو اللي نقول لكم. حيت أنا علاش بغيت ندير الفيديو اليوم، نديرو باش الناس، حيت جات عندي واحد السيدة البارح قالت يا رشيده راه الناس مقلقين عليك، وعلاش تشاركي معاهم كل شيء وما شاركتيش معاهم هادي. ولكن معليش انا شاركت معاكم خوتي، وبغيت عيت نسيستيمي راسي. وحيت انا النهار الاول السيمانه الاولى فاش حلينا، بزاف الناس غوتوا، بزاف الناس انتقدوا، بزاف الناس هضروا. عندنا فران صغير ما عارفينش، فران ديال البيتزا صغير كيدير ثلاثه، الا جاوني عيت منيت البيتزات كيبقاو يتسناو الناس. عاد ان شاء الله مورا رمضان غنسيستيمي راسي وغندير فران كبير، وغنشارك مع خوت اي حاجه، غندير فران ديال العود. انا ولكن ما كانوش عندي صراحه، قال ما بقاوش عندي الفلوس، كلشي حطيته هنا في المشروع. المسائل هذا المشروع كيخلص على راسو، في ضرائب، في بزاف د الحوايج خصك تخلصيهم. ما يمكنش المحل يبقى حابس وما كاينش، ضروري يخدم المحل، يخدم على راسو. دابا الحمد لله غادي خدام على راسو، والحمد لله يشات لينا منو غير شي بركه، والحمد لله. الانسان مشروع ما يخسرش، ما يطيحش، ما يديرش باي مشروع، الى خلص على راسو وخلص الخدامه وخلص المصاريف ديالو وكل شيء، وبقات لك شي بركه الحمد لله. المهم ما تخلصيش عليه انت من جيبك، انا خوتي كنت كنخلص عليه من جيبي، وخاصة الفورنيسور تيجيبو هنا نخلص عليه من جيبي، ما يمكنش، لان انا غادا في الضايع. بالنسبة للمرة الأولى كانوا الفورنيسور ما عنديش،
دابا ولا كيجيني مول الدجاج، كيجيني مول الخضره، تيجيني مول الحوت، تيجي شكون اخر، مول الماء، مول موتزاريلا، شنو اخر، لبراطة، لقينا كلشي. سيستيمينا راسنا ان شاء الله. كوكاكولا كتجي، كنا كنمشيو نشريو كلشي، كلشي كيجي خطأ من غير داك الحبق وشلاضه والبازيليك والشامبينيو، كنمشي انا نجيبهم من 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 هذا مهل السوق ديال مهل، من السوق ديالنا ديال جيسان، كتشي اللي كاين. ونتمنى نتمنى تقبلوا عليا، وملي غتجي يسرتي غادي نوريها لكم. ونتمنى نرجع معاكم واخا ولو نشارك معاكم اللي كان كما المره الاولى، الى تحت الفرصه، ما تحتش الفرصه راه غادي نقص فيديو فيديو. المهم حنا غنبقى مع خوتي وغادي يشوفوني الناس ويجيو مرحبا بكم، مرحبا بكم. واللي تقلق كنطلب منه السماحه، لان كنت كنشارك معاكم الصغيره والكبيره واي حاجه كنت كنشاركها معاكم، ولكن ملي الظروف احكام راه تنتوما عذروني، لان ما نقولش لكم حالتي، راه شوفوا عيدي كي دايره، لان كنجري كنتقاتل باش ان شاء الله غادي نوقف هذا المشروع، وديك الساعه نرجع معاكم. خصني عين نوقف، ودابا خصني عين نوقف. ودابا المشكله اللي عندي اشنو هو خوتي، المشكله هي لا بديتي الناس وكتجيبي كل واحد كيعطيك لوغو ديالو، هو لوغو بغيت نديرو ديالي انا. ملي كتغفلي كي راه قلتها تا قبيله، ملي كتغفلي، ولكن خصني ضروري نوقف على المشروع ديالي، وخصني نشوف اللي غادي يحن فيا، عاد نقدر نرتاح شويه. ولكن الحمد لله الحمد لله، المهم ربي عطانا فاش نتلاهاو، وما نساوش صلاتنا وما نساوش ديننا، والحمد لله الحمد لله. والله والله حتى كنصلي ليه مع الدجاج كاين، كنصلي والله راه الكرسي كنصلي جالسه، علاش لان كتكاي وكاين الدجاج كيبان. والله حتى كنصليو جالسه، بعدا ما يمشيوش لك النهار، ما يمشيوش لك الاوقات ديالك. والله الله يلطف بينا خوتي، والله يثبتنا، والله هادشي اللي كاين. ونقول لكم من تجي يسرى عاد نكمل معكم الفيديو ان شاء الله. اخوتي هذا هو القهوه ديالي، كافي سناك، دايرين فيه كل شيء، ها مصطفى. هذا هو المحل ديالي، هاكي كنديرو القهوة، غنطلع الفوق. المهم هادشي راه بريتو ليكم، هنا الحمامات، هنا دالاتية اللي بغا يجي يتصور سيلفي، سيلفي، واللي بغا يجي يتصور مع دالاتية، هايبا حمامة رقاق يا خوتي. هانتوما هنا بالنسبة للعيالات، شوف الحمام نقي، حشاكم حشاكم، الحمام نقي، كلشي نقي هنا. زعما اللي بغى يجي سميتو داكشي نقي، المهم كلشي نقي. انا متبعة النقا خوتي، كاين هنايا هذا حمام ديال الرجلين، حتى هو بحالو بحال ديال العيالات، بحال بحال نقي، كلشي نقي. شوف هذه، هذه بقات تبعين، ولكن الجوج هو خصو يتمسح. هادو هما الدروج، هادي هي الثريه المفضله عند رشيده الراسي. شفتها؟ شفتها كي دايره؟ صافي هنايا غنس الفيديو خوتي، ونقول لكم بسلامة الى الفيديو الجاي ان شاء الله، والحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. شي اللي بغيت نقول لكم، كاينين الناس ما بغيتش نبينهم، شوما سيدنا واق الله ينصرو، الله يطول عمرو، الله يخليه لينا. باي باي.